انطلقت الجياد أيها السيدات والسادة بانطلاقة لوبي من البداية لهاري بنتلي وجاسم الغزالي شعير بن خليفة الكواري. لوبي في المركز الأول. يأتينا في المركز الثاني يبدو لي عبد العزيز الكثيري مع انطلاقة الجواد ريد كونكت على المركز الثاني, بينما الثالثة يتواجد الجواد اللي هو مثل ما انت شايفين فاين برينس لشعير بن خليفة الكواري يغير الأمور لصدارة هذا الشوط. بينما ثالثا بوانا المبارك من سعيد بن جفال النعيمي مع ماجد سيف الدين على المركز الثالث, ورابعا يتواجد الكثيري ريد كونكت, وخامسا هنالك زهير محسن مع أبو كنان كوكاتش. إذا يا سيدات والسادة الأمور تتغير لصالح الجواد أكيد مسك يتقدم من الخارج. يأتينا ندهب في وسط الجياد فعلا يا سيدات والسادة نعود إلى الصدارة مع الجواد لوبي على المركز الأول بقيادة الخيال اللي هو هاري بنتلي على المركز الأول. لوبي فعلا أيها المتابعون الكرام جاسم الغزالي ولوبي على المركز الأول لخليفة بن شعير أو شعير بن خليفة الكواري. لوبي وهاري بنتلي في المركز الثاني سكند بليس تواجد الجواد ذهب فور أم جرناند. إذن النتيجة النهائية جاء في المركز الأول أيها المتابعون الكرام الجواد لوبي لشعير بن خليفة الكواري وهاري بنتلي, المركز الثاني من نصيب الجواد الذهب لأم قرن وجي فايكن, المركز الثالث ذهب لصالح فاين برينس لشعير بن خليفة الكواري جيبي غامبر, والمركز الرابع لصالح كوكاتش حسين علي بوكنام مارفن سورلاند, والمركز الخامس ذهب لصالح ريد كونكت لعبد العزيز الكثيري ومونتاريسو. ألف مبروك.